اليوم الى ما تعطاتناش فرصه باش كنخدموا، فاحنا اليوم الحمد لله تعطاتنا فرصه باش نعطيو الدم ديالنا ومستعدين نعطيو الروح ديالنا في سبيل الوطن. الفدرال المغربيه برؤساء التنسيقيات في ربوع المملكه قامت بتنظيم حملات لتبرع الدم باش كنساعدوا المواطن، كنساعدوا المريض ديالنا، وحنا مستعدين كما قلت لك باش الدم ديالنا والروح ديالنا في سبيل الوطن، رحنا مستعدين باش نعطيوه. الاهداف ديالنا ديما ان شاء الله عمليه التلقيح اللي كنتمناو تتم في اقرب وقت باش تزيد تطمئن المواطن باش يستعد باش نرجعوا ان شاء الله النشاط ديالنا ورجعوا القيمه ديالنا ورجعوا الهبه ديال الممولين. الحمد لله الحكومه وكنشكر جميع الوزارات قاموا بالدور ديالهم، ولكن اليوم كنشوفوا العالم كله مغلوب، الحكومه ديالنا مغلوبه، نطلبوا ربي باش يبعد عنا هذا الوباء، وراه الحكومه وسيدنا الله ينصره راه ما سامحش فينا، ولا بدا ان شاء الله غتكون حلول لهذا القطاع هذا ديال الممولين. في الفيدراليه في النخاع ديالها في العرق ديالها مواطن 100% ومغربي 100%، وعاش الملك وعاش الصحراء المغربيه. ان شاء الله اللي غيكون في قرقالات كنحاول ننظم واحد الماراثون في قرقالات، وكاين عده مفاجات ان شاء الله. كنتواجدوا اليوم بهذا المقر في اطار الدعم ديال حمله التبرع بالدم، اللي هي واحد كتبقى واحد البادره طيبه وفيها الاجر لله، لانه ملي كتبرع بالدم ديالك كتمنح الفرصه للحياه الاخرى الانسان باش يستفد بها. الحمد لله هذا دائما هذا تطوع، وكنبغيو نحثوا الاخوان كاملين في المكتب ديالنا باش يمشيو في هذا الاتجاه ديال التطوع وديال الخير والفرصه ديال باش تعطي الحياه للانسان اخر اللي هو في حاله يمكن يكون في حاله مرض او في حاله حادثه او في اي حاله تتكون صعيبه، وفي هذيك الحاله راه الانسان ما يمكن شيء الا لقى قطره ديال الدم راه كتحسب واحد الاجر كبير عند الله. ملي كنشوفوا في الحملات الاستشهاريه او لا في مواقع التواصل الاجتماعي بان كاين واحد الندره وواحد الفرصه قليله ديال هذا الدم هذا، اللي هو ملي كتسمع النداء ديال الاخوان ديالك والنداء ديال هذه المصالح اللي هي ساهره على هذا في هذا الاطار، ساهره على الصحه ديال المواطنين كاملين، راه كتجيك الغيره وتجيك الرغبه وتجيك وتتمتثل الامر وتتبغي انت تساهم ولو باش مقسم الله، وتتجمع لك الناس وتتاثرهم وتتوصيهم باش ياخذوا هذا المنهج دائما، ماشي غير في الحمله كتفوت وقتها، ولكن هذا كنبغي الانسان هذه تكون عنده بادره طول السنه طول العمر ديالو، ما حد الانسان عنده صحيحته وقادر يتبرع وقادر يعطي. اليوم تنتواجدوا الحمد لله تاكيدا للرؤيه الشامله لرئيسنا السيد محمد رحاس السلامي الفيدرالية المغربية لمول الحفلات، وذلك لتترتكز على تقنين المهنة وتشجيع الأطر وتشجيع وتطوير الكفاءات، ولتترتكز كذلك على الأعمال الاجتماعية، منها الحمد لله هذه الحملة ديال التبرع بالدم اللي نظمتها التنسيقية ديال فرع الحي الحسني، وهذا العمل اللي هو نبيل وإنساني تنتمناو الله باش يكون في الحسنات ديالنا الحمد لله ويتقبلوا منا الله سبحانه وتعالى. عدد ديال المتطوعين الحمد لله حنا تنتنبؤوا باش يكون يفوق العدد 120 دونور او متطوع يوميا، وهذه الحمله هذه تترسى عليها يومين ان شاء الله، هو اليوم الاثنين والثلاثاء. الرساله ديالنا اللي بغينا نقول لكم، احنا كما تشوفوا بان الممولين ما خدمش هذه علينا تقريبا 11 شهر، من بالضبط من 16 مارس ديرني لو 16 مارس ديرني الى يومنا هذا، وكما تتشوفوا بان احنا كذلك ومثال تنخلصوا الضرائب ديالنا وتنخلصوا كل شيء، وكذلك ومثال نزيدوا نعطيو الدم ديالنا حتى هو كمواطن مغربي تنتحملوا هذا الشيء والحمد لله. كنتبرع بالدم يعني كل عام، وكنديروا في الشركه ديالنا كيجوا عندنا، ولكن بحكم الظروف ديال كورونا والوباء احنا خدامين دابا غير في الدار، يعني ما يمكنش هذا. ومني عرفت بانهم كاينين هنا غير حدا الدار ديالنا قلت علاش لا نمشي حتى انا نتبرع، وهذا اجر عند الله اولا وقبل كل شيء، وعاد زيد انه مزيان لينا حنايا كي يعني كنديروا تحاليل غراتويتمون، كيعطوك التحاليل النتيجه ديال التحاليل اللي هي مجانيه، ولكن قبل كل شيء هو اولا اجر عند الله، وكنساعدوا الناس اللي في الحاجه والحاجه الماسه ليه.